السلام عليكم الدراري والدريات، حلقة أخرى من حلقات الراب. في هذه الحلقة نهضروا على الراب الأمريكي والأخبار اللي كتتعلق بالراب الأمريكي. خليكم مع الانترو وحنا راجعين. عدنا نهضروا على جيزي، عنده مشكلة مع مرتو وعائلتو. المشكلة أن واحد البنت خرجت بصريح بأنها بنتو من واحد الولاية من ولايات أمريكا، كتقول أن جيزي وبا والعمر ديالها 28 عام، ولقات تعاطف مع الناس في انستغرام، كتلوح تصورها وانها كتشبه جيزي وتصور عائشة امها مشلولة، ولقات تعاطف من الجمهور وان جيزي ماشي اول مرة كتوقع عليه، وكيخرج شي حد كيقول لي انه ولد ولا بنته، هادشي كامل باش يتشهر وياخذ تعاطف من الناس ليهم. المشكلة هذا الموضوع واش ان الموضوع صحيح ان البنت بنته او لا. الخبر الثاني، المشكل بين فريش مونتانا ويونغتو صراعات في الموسيقى، وان مؤخرا يونغ تو لاح واحد الميكس تايب ومتبعاتش بزاف، جاب تقريبا في الاسبوع الاول 19000 مبيعة، وان هذا الرقم عيان بزاف، وان الميكس تايب اللي فيها فيتشرينغ ما بين كريس براون ويونغ تو متبعاتش منها بزاف. واول من طلع عليهم كان فريش مونتانا، قال لهم انا لحقت الالبوم شحال جاب لي في اول اسبوع لي، وانه خدا شهادة ذهبية، ولكن ان فريش مونتانا دخل شي تراكات قدام لي اللي كانوا ديجا تباعوا وتحسبوا في المبيعات ديالهم، وان بهذا استدرى بان المبيعات كانوا كتار ليه. الخبر الثالث على 69 كتحاربوا بالبورد، وهادشي يجي في شكل علاش كيديروا معاه هكا، وعلاش كتحاربوا كاع الجهات في موضوع المشاهدات، وان الاغنيه ديالو طالعه ومصدره قائمه الاولى في برامج كثيره ومتصدراتش بالبورد، واخا انه جيب مبيعات بزاف وارقام خياليه ومروعه، كلشي جات وعجب من الجمهور ديالو، وان بيلبورد كدعم التراك ديال اريانا وجيستن بيبر باش 69 ما يجيش هو الاول في قائمه بيلبورد. And they post for a very limited time. Go so Billboard. I'll be real disappointed because this is for every rapper, artist in the world, every genre. If you manipulate the charts, right, and you create bundles. 16 وضح لهم أنه جاي والأول جميع البرامج وكتصدر المرتبة الأولى جميع البرامج. I'm gonna make this real quick because I'll be real disappointed if Billboard gets paid for number ones. Somehow manipulate the charts. I want the whole world to see this because what I'm about to show you is a forecast, right, of what every label in the world gets. Atlantic, Interscope, Republic, Columbia, Sony, Universal Music, every label gets this, right? This forecast was today, Friday. So it was sent yesterday. This is the forecast from yesterday, right? Number one. ماشي غادي يولي يشكك في مصداقية هاد السيت بسبب انهم كيلعبوا بالارقام وحين ضلموا 69. خبر رابع، مشكل سنوب دوغ و 69 بسبب واحد الفيديو لاحب سنوب دوغ كيستهزا باغنيه اللي لاحها مؤخرا 69، و 69 جاوبو بانه كان كيتفرج في واحد الانترفيو بانه سنوب دوغ غير عطاه. الجمهور بدا كيسبت سنوب دوغ على البلانات اللي دار وتصور مع البوليس، وسنوب دوغ ما جاوبهمش في النهار الاول بحال اكد لهم داكشي راه بصح، ورجع رد عليهم قال لهم ما كنتش مسالي وانا دابا مسالي، ولا حسطوري كيجاوب فيه وهاجم 16 على كاع داكشي اللي وقع ليه، وقال لي انت هو اللي عطاي عطاي شي بصحابك انا ما مساليش عليك وكبير عليك فنيا. But today I got time. You better get the fuck off my line nigga. Rat boy. You really better leave me alone. I ain't the one. وبقى الجمهور كيهاجم في سنوب دوغ على داكشي اللي قال ودار لسيكس ناين. ومؤخرا سيكس ناين لاح فيديو في سنوب دوغ كيخون مراتو. وهذا المقطع انتشر بزاف في تويتر وانستغرام وفيسبوك، وان 69 ما عنده ما يخسر، وان 69 ينوض معك المشاكل ما عنده ما يخسر حاليا، وهو كيدور غير باش يبلبله ويتزاد يتشهر اكثر. هنا تكون سالت الحلقه ديالنا من حلقات الراب، تسناو حلقه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. يلا تهلاو.
dumb.